ما نقدرش ننكر ديت. إن دخل إلى الكنيسة فالتساؤلات بتدور، يا ترى هو فعلا عرف المسيح؟ يا ترى مش جاي يعمل يعني تركة ولا حاجة على الكاهن عشان يورطه في أي مشكلة؟ الأوهام والخوف اللي هو ملوش مبرر بيبقى راسخ عند بعض الناس. الآباء الكهنة لحساسية موقعهم ومسؤوليتهم عن شعب بيبدأ يسأل نفسه، يا ترى لو أنا أخذت خطوة تعميد لهذا الشخص ولم يكن مستحق أقابل يسوع أقول له إيه؟ أحبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل إنسان مظلوم مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب والمذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وليد رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله، من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. النهاردة معانا لقاء جميل جدا ومهم جدا جدا جدا، لقائنا مع عابر من الظلمة إلى النور منذ سنوات عديدة. لقاء اليوم مع الأخ العزيز المحب الأستاذ عادل جميل الجسور العابر من الظلمة إلى النور. أمين. حضرتك الهندوسي اللي بيؤمن بالهندوسية قابلته سنة 80 وقال لك دور على ربنا ودور على الحق. ابتديت تدور على ربنا وابتديت تدرس الإنجيل والكتاب المقدس بعهديه لغاية ما أمنت إيمان كامل سنة 92. بعد ما أمنت الإيمان الكامل، هل حد في المسيحيين ساعدك على التنصر؟ يعني هل حد أوكي تعالى وهنصرك، ولا وصلت لده ازاي؟ يعني عرفت تتنصر ازاي؟ عرفت تتعمد ازاي؟ في الحقيقة أنا بعد ما درست الكتاب المقدس لم أكن أعرف أي شيء عن ما يحدث في الكنيسة في الداخل، في الصلوات، في الصلوات المنزلية، المسائل الطقسية، ما عنديش أي فكرة عنها. عندي فقط الكتاب المقدس، كتاب الكتب، وعندي لقائي مع المسيح وجها لوجه سنة 92 يوم 20 سبتمبر في إحدى الكنائس العظيمة في القاهرة. هنا بدأت أبحث عن المرشد، وأنا أعلم من أيام طول عمري أعرف أن لكل مسيحي أب اعتراف، أريد أب اعتراف أيضا، عايز من يرشدني في هذا الطريق. فبدأت أسعى إلى أن أنا يعني مين هيرشدني. انشقت الأرض ذات يوم ولقيت من يرشدني يعني في هذا الطريق، و اقترح ان هو هيكلم اب اعترافه، وانا اعرف هذا الاب من ايام الدراسة، كانت الاسرة المسيحية دايما تجيب سيرته، يعني رجل فاضل رب ينيحه. فرفض انه يقابلني وقال لهم بيجي كتير مسلمين، وهؤلاء المسلمين ممكن يكونوا بيتلاعبوا بمجرد يعني شيء من المسائل التافهة اللي بتحصل ديت، فدعوه، وإذا كان المسيح يريده في هذه الكنيسة هو هيجيبه. وده اللي حصل، لأن الأسبوع اللي بعدها هو كان يعني تكلم معاهم وقال لهم فين فلان اللي كلمتوني عليه الأسبوع اللي فات، أنا عايزه. ف
ليه يا ابونا وكده؟ قال لهم يسوع عايزه هنا في الكنيسه دي. في الحقيقه يعني كان رجلا فاضلا وطلب مني ان انا قبل ما نطلب هو طلب مني ان يكون اب اعترافي. الانسان الذي قام بكل الدور والذي ارسله يسوع المسيح في طريقي كانت المجموعه اللي مشيت معايا في هذا الاتجاه ودخول الكنيسه ويعني بدايه معرفتي بقى بالكتب الاخرى غير الكتاب المقدس كانت بزعامه اخت فاضله زميله دراسه يعني خاضت التجربه ديت معايا في الفتره اللي هي يا دكتور وجيه الايام الاولى لدخولي الى الكنيسه و يعني انتهى الامر باني بقيت احد اعضاء الكنيسه. ولا استحي ان اقول ان هذه الاستاذه كانت مكرسه للخدمه في الكنيسه منذ تخرجنا لانها كانت زميله وكانت في اسره ماري جرجس اللي في الكليه. فهي من نفس الكنيسه اللي فيها ذاك الاب اللي هو اصبح اب اعترافي واللي فاجأني في نهاية الأمر وأنا مسافر إلى الخارج. وطبعا انفصلت عن الأسرة القديمة بأنه قال لي لا يجوز أن تخدم بلا زوجة، فهي خطبها هذا الأب الكاهن بنفسه وهي أخت لراهب جليل في أحد الأديرة وعائلة متدينة، وهي منتظرة دلوقتي إن أنا يعني افتخر بدخولها في هذا المضمار، وانها اشكر الرب الى الان احدى الوسائل التي لا زلت استعين بها في مسائل كثيره. ده كده مختصر الموضوع يعني. جميل جدا، حضرتك قلت جمله يعني عدت عابره بس انا هقف عندها. حضرتك قلت لي انك انت كان ليك مقابله مع المسيح في 20/9/92، فهل المقابله مع المسيح دي يعني هي تعبير عن انك قابلت اللي وصلك للمسيح ولا قابلت المسيح بشخصه؟ لا، قابلت المسيح بشخصه. جميل. حكاية غريبة جدا. انا شغلي في ميدان التحرير بالقاهرة، فلذلك لما جاء مترو الانفاق بدأ يشتغل في القاهرة كنت احيانا بستعين بيه لانه اسرع من اي عربية اروح بيها او تاكسي. فكان في طريق المعادي كنيسة، هذه الكنيسة انا فوجئت اثناء بعد ما وصلت الى كيف اعترف للمسيح بالالوهية وارتمي تحت اقدامه. فين يعني انا من خارج الكنيسة، كيف ادخل الى الكنيسة واعمل دوت؟ مش عارف الطريقة. فكنت اصل الى هذه الكنيسة في مترو الانفاق وغالبا معايا اخت كانت بتعمل سكرتيرة معايا في معظم المشاوير ديت الى المعادي رايح جاي تكون معايا يعني. اصل عند هذه الكنيسة واشعر شعور غريب انها في شيء بيجذبني ان انا انزل وادخل جوه الكنيسة ديت. ادخل جوه الكنيسة ليه؟ لا ادري، مجرد احساس شعور عندي. ففي احدى المرات كنت وحدي بلا سكرتيرة او اي حد، فلقيت الحنين ده شديد قوي ان انا ادخل الكنيسة. رحت نازل وداخل وفوجئت بانه الباب الجواني مقفول، وناس واقفه كتير مستنيين الباب يتفتح. فلقيتني بسالهم هو الكنيسه مقفوله ليه؟ وكان انا صاحب بيت يعني. قالوا لي عم فلان المفروض يفتحها وكده. قلت لهم هو فين وانا اجيبه؟ قالوا لي هتلاقيه ورا خالص كده. رحت جبت الراجل، قلت له الناس عايزه تصلي.
ففي الحقيقة أنا الراجل جه معايا وفتح الكنيسة، وأنا دخلت وكأني يعني معتاد على دخول الكنيسة يوميا أو مقيم فيها، لأن دخلت من الباب الخارجي دايركت على ناحية الهيكل قبل المسبح بشوية، المنجلية، وقفت عندها وبدأت أتناجى مع المسيح لأفاجأ بالمسيح ذاته قدامي، يضع يده على كتفي، وظللنا 45 دقيقة. ازاي عرفت 45 دقيقة دولت؟ لان الساعة اللي ورا في الهيكل في ساعة في الركن انا لمحتها ساعة ما دخلت قربت من الهيكل، ولما انتهت المقابلة انا عرفت ان فات عليها 45 دقيقة. انا ورب المجد يسوع وجها لوجه، يعني مش مقدرش اصور هذا اللقاء، سوى انه بعد كده لم يهمني احد. يعني لما قالوا لي ان ابونا بيقول ان احنا نقطع علاقتنا بيك وما نتصلش بيك تاني، وان بيجي مسلمين وكده فاحنا مش هنسيبك، وبتاعت لهم ليه، هو ابونا تلميذ ليسوع المسيح، انا قابلت المسيح مش محتاج ابونا ولا محتاج البابا حتى، المسيح يتصرف هو معاهم مش معايا انا، ما فيش قوة على الارض تقدر تسندني زي المسيح، فسيبوني زي ما قال لكم اعملوا. فانا هؤلاء المرشدين يعني تعرفت على بعضهم للاستزادة من العلم بعد كده، في اجتماعات، في لقاءات، في ندوات، يعني كانت المسألة كنت بروح الكنيسة كل يوم، يعني كل يوم. بس نقدر نقول انك انت عانيت في البداية، يعني انت ما كانش طريقك ممهد بالورود، يعني انت عشان تتنصر وتدخل كنيسة ما حدش ساعدك على ده، انت عانيت، يعني ما كانش في مغريات ولا في اي شيء، انت عانيت. ما فيش مغريات، بل بكل امانة التجارب المريرة اللي بيمر بيها المتنصر، المتعة الحقيقية، مسيحية بلا تجارب ما تبقاش مسيحية. المتنصر في حد ذاته شخص غريب، ما نقدرش ننكر ديت، ان دخل الى الكنيسة فالتساؤلات بتدور، يا ترى هو فعلا عرف المسيح؟ يا ترى مش جاي يعمل يعني تركة ولا حاجة على الكاهن عشان يورطه في أي مشكلة؟ الأوهام والخوف اللي هو ملوش مبرر بيبقى راسخ عند بعض الناس،